السلام عليكم. ما حقيقة ما كشفت السفيرة الألمانية في بغداد كريستيانا هومان عن تعرض إحدى شركات بلادها للابتزاز داخل العراق؟ شركة من الشركات المستثمرة مؤكدة أنه ذلك وجه من أوجه الفساد، طبعا له تأثيرات سلبية في الواقع الاستثماري في العراق. هذا الموضوع مو جديد، طبعا اضطرت قبل ذلك بعض الشركات إلى وقف أعمالها أو تسليمها لشركات ثانوية أخرى، ما أدري هسه بسبب هذا أو بسبب غيره، أبرزها دفع أتاوات أو توظيف نسبة معينة لديها من أبناء المناطق اللي يشتغلون بها، ناهيك عن الأوضاع الأمنية اللي تعمل بها هذه الشركات. يأتي ذلك في وقت لم تكشف الجهات الحكومية عن تفاصيل عملية الابتزاز اللي ذكرتها السفيرة، كما لم تكشف عما إذا كانت قد تلقت بلاغا من السفارة الألمانية بشأن عمليات ابتزاز أو رشوة أو غيرها، أو البناء على أساس تلك الادعاءات وفتح تحقيق أو تحقيقات بهذا الخصوص. ما هي الأسباب؟ ما هي الأبعاد؟ ما هي خطط الحكومة؟ وما هي حلولها؟ طبعا هنا كل الحكومات العراقية من 2003 لحد الآن وين ما تروح تدعو إلى الاستثمار داخل العراق، لكن هل هناك بئر الاستثمار داخل العراق؟ هل هذه الشركات اللي تجي للعراق تجيب أموال وياها لو تأخذ أموال من داخل العراق؟ هل رؤوس الأموال العراقية والقطاع الخاص إلى دور في هذا العمل؟ والسؤال أبسط سؤال من عندهن، هل اللي المستثمر اللي يقدر يريد يجي للعراق يحصل فيزا مثلا للعراق يقدر يحصلها بسهولة لو هي حالها حال شنغين، حالها حال فيزا سويسرا مثلا؟ أكو أشياء جاي تمر علينا باستمرار يتحدثون بها كل الحكومات تتحدث بها، بس حقيقة تحسها أنه فقط هي كلام بالإعلام لا أكثر ولا أقل، أو ذول الرؤساء الحكومات ما يدرون إيش قاعد يصير بالواقع. إذا سفيرة دولة أوروبية مثل ألمانيا وعندهم شركة سيمنز وتتحدث على وسائل الإعلام بهذه الطريقة وتقول تعرضنا للابتزاز، من المفترض أن يكون هناك إجراء، وهذا الإجراء المفروض يكون واضح للناس أنه هذه السفيرة لماذا تحدثت بهذا الشكل. وإحنا ليش دائما نبني هواية من العراقيين يبنون على أنه التقصير هو عندنا قبل أن نعرف تفاصيل القصة. الرواية الأخرى عن الموضوع المفروض نسمعها من الحكومة العراقية، هل تعرض الشركة سيمنز إلى ابتزاز في العراق أم أنه شركة سيمنز نفسها هي من دفعت رشوة أو رشا لمسؤولين في العراق؟ هذا الرأي الثاني غائب، والرأي الأول نعرف. فوين الحكومة؟ وين الحكومة من كل هذا اللي صار؟ وين الحكومة من هذا التصريح؟ ولماذا لا تستدعي السفيرة الألمانية وعلى الأقل تطرح عليها تساؤلات أو تفتح تحقيق بالموضوع ومن هو المقصر؟ قصة سيمنز أيضا ترتبط بقصص أخرى سابقة، أيضا في واحدة من التصريحات الألمانيين في أكثر من مرة صرحوا بأنه هم ما يقدرون يشتغلون بالعراق لأنه هناك مضايقات أمريكية داخل العراق لعملهم، والموضوع يتعلق بشركة سيمنز أيضا. وهي شركة سيمنز نفسها اللي اشتغلت في مصر وقدمت مثال واضح عن إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر واشتغلت بالعراق. وإذا تتباوع يعني أنا بسيرش بسيط عن الاتفاقيات اللي عقدتها الحكومة العراقية، الحكومات العراقية، والله أنا يمكن عديت 12 اتفاقية مع سيمنز، كل سنة يقولون إحنا متفقين مع سيمنز وسيمنز كأنما سيمنز هاي الشركة الوحيدة كأنما هي المنقذ الوحيد بالعالم اللي راح ينقذ العراق من أزمة الكهرباء، أو جنرال إلكتريك أيضا، لكن ذن الاثنين لحد هذه اللحظة ما أدري يسوون، يجوز يسوون شيء، بس عملية الإنقاذ اللي يتحدثون عنها لا ما صار أي شيء. يعني بعدنا لحد الآن واقعنا يجوز أحسن أي بس ما تغير. بشكل عام نتحدث عن موضوع الاستثمارات في هذه الحلقة، ونتحدث انطلاقا من ما كشفته السفيرة الألمانية في بغداد.
ارحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيفي الدكتور علاء القصير رئيس نادي رجال الاعمال. حياك الله دكتور. حياك الله، اهلا وسهلا بك. وكذلك الاستاذ احمد صدام الخبير الاقتصادي من عمان. حياك الله استاذ احمد. ما موجود استاذ احمد؟ زين استاذ علاء حياك الله. شنو هاي قصه السفاره؟ السفيره الالمانيه اللي طالعه تتحدث في وسائل الاعلام وان احنا تعرضنا لابتزاز. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحيه لحضرتك. حياك الله. البدايه وتحيه لضيفك الكريم والى كادر القناه. يعني اعتقد انت اعطيت يعني بريف كامل على المشكله فيما يتعلق بسيمنز. لكن خلينا نكون واضحين انه شركه سيمنز مو شركه عاديه، يعني بالشكل اللي يصور البعض. شركة سيمنز يعني دولة من الصناعات، ليس فقط في مجال الكهرباء ولكن في مجال كثير من المعدات الإلكترونية ومعدات الطبابة ومعدات عسكرية وإلى آخره. لكن المشكلة اللي حصلت في الفترة الأخيرة نتيجة تصريحات السيدة السفيرة الألمانية، يعني في اعتقادي و يعني جزء من المعلومات اللي قدرت احصل عليها في هذا الموضوع، ان هناك مشكله داخل شركه سيمنز في المانيا. داخل شركه سيمنز في المانيا. ايه. وهناك من تعرض الى التحقيق في مسائل العقود المتعلقه بالعراق. قصدك مجال هناك الكهرباء. دكتور قصدك هناك بالمانيا تعرض؟ في المانيا. ايه. ونتيجه هذا التحقيق اعتقد ان حالت احدى الشخصيات، واعتقد هي سيده يعني. نتيجة قيامها بالتنسيق مع مدير فرع شركة سيمنز بالعراق. اها. وبعض الشخصيات العراقية او في وزارة الكهرباء او في وزارات اخرى، ما عندي علم بهذا الموضوع. بدفع رشاوى؟ يعني في مسألة الرشاوى هناك من دفع وهناك من استلم، وهذه اعتقد يعني هي مو وليدة سنة وسنتين، وانما يعني فترات سابقة، ليس فقط بوجود السيد وزير الكهرباء الحالي ولكن في وزراء يعني وزراء سابقين واسبق ايضا. يعني هناك كانت موضوع شركه سيمنز وموضوع الرشا في عقود الكهرباء مع شركه سيمنز كانت تطرح دائما، وخصوصا في الاجتماع الاخير اللي صار في الاردن بين وفد عراقي من وزاره الكهرباء ووفد من شركه سيمنز. ظهور السفيره الالمانيه بالفتره الاخيره و يعني اعتقادي هو لتغطية ما يحصل الآن في داخل شركة سيمنز، وعلى قولة أهلنا يقول تشمر اللوم على الجانب العراقي على الشركات العراقية، لكن اللوم يقع أساسا على من هم عاملين في شركة سيمنز داخل ألمانيا. الدكتور يعني إذا حصلت الرشوة فهي من سيمنز إلى المسؤولين العراقيين، وبالتالي العراق هم مشمول بها، وإذا عرضت الرشوة سيمنز على العراقيين فهي بالتالي أيضا مسؤولين عراقيين. هسه ما يخالف هم يشمرها بالساحة العراقية، بس الساحة العراقية المشكلة أنه هي المشهورة بالفساد، مو الألمانيين المشهورين بالفساد. يعني التعميم أحيانا يعني يضر في مصالح المصلحة العامة، سواء كانت المصلحة الاقتصادية داخل العراق أو حتى في علاقاتنا التجارية مع أخوة في ألمانيا. يعني قلت لك سيمنز جذورها جذور دولة، يعني جذورها جذور حكومة ألمانية. وبالتالي مثل هكذا أمور وفي دولة متقدمة ومتطورة مثل ألمانيا يعكس يعني مسألة سلبية جادة، ليس فقط فيما يتعلق بمسألة الرشا مع العراق ولكن حتى على مستوى اقتصادها مع بقية الدول سواء في أوروبا أو العالم. و سيمنز مو بالحجم اللي تنطي. أنا أعرف يعني إحنا اشتغلنا مع هذه الشركة حتى قبل 2003، ما من الممكن لشركة مثل يعني سيمنز أو جي إي أو مارلين جيران الفرنسية اللي عملت بالعراق أيضا في مجال الطاقة أن يكون لها يعني أن يكون لها سبب في أن تعطي رشاة لتحصل على عقد معين. طبعا لانه يعني سيمنز قلت لك سيمنز يعني ميزانيتها يمكن بقد نص ميزانيه الدول العربيه. وعندها استعداد وعندها قدره مثل شركه جي اي ان تخلي دول بكاملها تحت القائمه السوداء في عدم التعامل.
فهذه المسألة يعني على الحكومة العراقية أن تنتبه وتحاول إيجاد الحلول المناسبة قبل أن يكون لها تأثير في علاقتنا الاقتصادية اللي العراق يعتمد على كثير من الشركات الألمانية. زين، العراق ما فتح تحقيق بالموضوع هذا حسب علمك؟ نعم، العراق ما فتح تحقيق بالموضوع هذا حسب علمك؟ لحد اللحظة هذه ماكو يعني ما صار مجال لفتح تحقيق في هاي المسألة، لكن قد يكون ما وراء الكواليس هناك. يعني أعتقد سيد رئيس الوزراء بادر إلى أن يكون إلى يعني مجال لفتح تحقيق في هذه المسألة، لأنه علاقة دولية وعلاقة اقتصادية، يعني علاقة مع ألمانيا في هذا المجال، خصوصا إذا اليوم تم الحديث عن يعني مجالات استثمارية في بقية القطاعات مع ألمانيا كبيرة جدا. بس وينه كشمض؟ وين إجراءه؟ ما يعني ما ممكن أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة في هذا الإجراء، لكن خلينا نترك الأمر. لا إحنا هسا شفنا السفيرة تتحدث على وسائل الإعلام، نريد نشوف الإجراء الحكومي أيضا حتى نعرف القصة شنو هي. مو إجراءات الحكومة يعني، هو مو إجراء، مو هي هاي إحنا مشكلتنا إحنا يعني فيما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، خلي أسميها يعني فشلنا في إدارة يعني الدبلوماسية الاقتصادية وعلاقاتنا الدولية مع هذه الدول. يعني أنا خليني أرمي الكرة في وزارة الخارجية وأشوف وزارة الخارجية ليش هاي سفيرة وسفراء داخل البلد مسؤوليتهم وتابعتهم وتعلق بوزارة الخارجية وبالسيد وزير الخارجية بالذات. ليش وزارة الخارجية ساكتة لهذه اللحظة؟ هي الخارجية جزء من الحكومة دكتور، هي جزء من الحكومة، لكن طبعاً. لكن تصريح وزير الخارجية أو تصريح الناطق باسم الخارجية أو على الأقل يعني ذاك اليوم فضيحة بسيطة داخل وزارة الخارجية كل التواصل الاجتماعي تتحدث بها. لكن مثل هذه المسألة السفيرة يعني تمثل دولة، يعني دولة تطرح مثل هكذا عمل أو هذه هكذا مشكلة والكل ساكت، يعني شنو اللي يضطر سفير يتحدث على وسائل الإعلام غير أنه هو يعني عنده مشكلة بالتواصل مع الأجهزة الحكومية أو يريد يحرجها أو عنده غرض آخر، فبالتالي لازم يكون أكو رد على الأقل هسه من الخارجية، من أجهزة الحكومة، من أي جهاز حكومي. الجهاز الحكومي ما أعتقد، يعني الأجهزة التنفيذية الأخرى خارج نطاق وزارة الخارجية لا أعتقد لها تأثير أن تتدخل بهذا الأمر. مسؤولية وزارة الخارجية مسؤولية مباشرة، و يعني خلي تكون رسالة إلى الأخوة أو السادة دولة رئيس الوزراء أن يعطي توضيح في هذه المسألة سواء عن طريق وزارة الخارجية أو الطرق التنفيذية الأخرى. تمام، صادح مصدام حياك الله. صادح مصدام من عمان، حياك الله سعد أحمد. حياك الله، أهلا وسهلا بك. سمعت تصريح السفيرة الألمانية ببغداد ويتحدث عن أنه شركة سيمنز تعرضت الابتزاز بالعراق. دكتور علاء القصير ضيفي في الاستوديو يقول لا، القصة مو هيجي، القصة قصة أنه هذه الشركة عندها مشكلة وتحقيق داخل ألمانيا، والتحقيق يتعلق ب يعني يقال أنه دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في العراق، وعلى أساس هذا الموضوع هناك تحقيق قائم في ألمانيا. شنو رأيك بالقصة هاي؟ شكرا جزيلا، بدايه ان احييك واحيي الضيف الكريم والمشاهدين. طبعا من المستغرب ان السفيره الالمانيه لم تلجا الى القنوات الرسميه يعني مباشره في الاعلام في احدى القنوات الفضائيه، صرحت وقالت هناك ابتزاز للشركات الالمانيه وهذا يعيق الاستثمار، وتحدثت كثيرا ولم تفت. منو اللي قال ما لجأت؟ يعني معقولة هي رأسا مباشرة طلعت على وسائل الإعلام وتحدثت بالموضوع بدون أن؟ نعم، الدليل إنه الحكومة نفسها صرحت، ووزارة الخارجية بعد تصريحها بهذه القناة دعت السفيرة إلى تقديم يعني شكوى رسمية أو تسجيل ذلك بشكل رسمي. وهذه يعني هو يفترض أن السفيرة أن تلجأ إلى القنوات الدبلوماسية في البداية أو القنوات الرسمية بشكل عام، وبعدها إذا الحكومة لم تجري أي تحقيق أو حل لهذه المشكلة من حقها أن تصرح وتذكر ذلك في الإعلام حينما لم تصل إلى نتائج.
وحسب ما عرفنا من يعني المصادر وما نشر حول هذا التصريح ان الحكومه كانت متفاجئه وكانت لا تعلم بما يحصل مثلا للشركات الالمانيه. طبعا هذه مشكله كبيره اذا ناخذها من باب الاثر الاقتصادي على الاستثمار في العراق، هي التاثير مو فقط على مستوى الشركات الالمانيه، اذا افترضنا فعلا ان الشركات الالمانيه تعرضت الى ابتزاز، ولكن خلينا ننظر يعني تصريح من مسؤول دبلوماسي يعني رفيع في وسيله اعلاميه، هذا اكيد راح ياثر حتى على باقي الشركات الاجنبيه. زين استاذ احمد تقول فعلا، يعني تقول فعلا حضرتك تقول فعلا تعرضت الى ابتزاز، وين ومن اللي ابتزهم؟ لا لا، هي تذكر هذا على لسانها، انا ما عندي دليل او وثيقه تذكر انه هي فعلا، لم اقل فعلا وانما هي تذكر هذا الامر. فاذا كانت فعلا تعرضت يفترض ان تلجا الى القنوات الرسميه الصحيحه، هذا ما اقصده. زين بس هاي واضحه ترى بكل يعني واضحه، بس ليش يعني ليش هي لجأت الى وسائل الاعلام بدل ما تلجأ للقنوات الرسميه؟ ومنو قال انه هي ما لاجئ للقنوات الرسميه سابقا؟ يعني هذا يعني ما تم التصريح به بدليل انه الحكومه ممثله بالسيد السوداني وجه بتوجيه باجراء تحقيق بالموضوع بعد تصريح. يعني لو كانت لا يعني لو لجأت الى القنوات الرسميه منذ البدايه لكان هناك اجراء، ولو فعلا هي لجأت اعتقد يعني السفيره ما تسكت ولا تجامل، كان ايضا ممكن ان تذكر هذا في وسيله الاعلام بانها لجأت الى القنوات الرسميه ولم تجد حل، وبالتالي كانت حالها من حقها ان تصرح وتستغيث في وسائل الاعلام. طبعا احنا ما يعني احنا على مستوى العراق مشكله الفساد والابتزاز حتى على المستوى المحلي، يعني قبل ايام الكل لاحظ هذا، مثلا سائقي الشاحنات والتجار ما بين المحافظات ايضا يتعرضون الى ابتزاز من بعض السيطرات ودفع الاتاوات. هذه المشكله موجوده، ولكن هل هي وقعت فعلا على الشركات الالمانيه؟ السؤال هنا، فهذا اكيد يحتاج الى اثبات والى وثائق رسميه من قبل من صرحت بهذا التصريح، واقصد السفيره. زين احنا يعني قلت حضرتك حتى السائق اللي بالشارع تعرض الى ابتزاز، يعني احنا يعني حتى ما نغمض ولا نختفي خلف اصابعنا مثل ما يقولون، احنا هاي القصه صارت واقع حال بالعراق. اللي يريد يشتغل لازم يدفع فلوس، لو عنده فلوس لو عنده واسطه، الواسطه بهاي القضايا ما تشتغل هواي، اللي يريد يشتغل لازم يدفع، والنسب مشتغله، والمقاولين والرجال الاعمال وكذا هواي من عندهم يتحدثون عنها هذا بشكل واضح وعلني، واذا ما تنحكي بوسائل الاعلام فاحنا بمجتمعنا تنحكي. هسه التعميم مو صحيح، اي بس القصه واصله الى مرحله صار لها فتره طويله، يعني مو اليوم والبارحه. ليش يعني نستبعد انه مسؤول عراقي من جماعه من الفاسدين اللي تحميهم كتل سياسيه انه يبتز شركه اجنبيه، وهو ما مبتز نفس القصه بالشركات العراقيه مبتزها، الشركات العربيه الناس اللي قاعد تشتغلها تتعرض الى ابتزاز. يعني ليش هاي واحد يعني ما يصير؟ هذا ممكن ان يحصل يعني متوقع، ولكن اقول هذا الامر يحتاج الى اثبات. اذا كانت هناك جهه سياسيه، حزب، شخص متنفذ يبتز شركه معينه، وحينما تكون هناك شكوى اكيد يفترض ان يكون هناك تقديم اثبات بهذا الامر حتى يثبت الامر، يعني لا يمكن ان نطلق التهم جزافا يعني هكذا. وبالتالي يعني هذا الامر يعني مثل ما ذكرت لحضرتك والمشاهد يعلم موجوده هذه المساله، مساله الابتزاز والاتاوات، ولهذا تشوف بخصوص مثلا ما صرحت به السفيره الالمانيه، تشوف الحكومه طالبت السفيره بتقديم مثلا بيانات او ادله حتى تجري تحقيق، واعتقد هذا مطلب رسمي. يعني اليوم الكل يعلم انه اي مشكله اكيد تحتاج الى اثبات، تحتاج الى دليل حتى يتم معالجتها بالشكل الصحيح، لان هذه المشكله مثل ما ذكرت لحضرتك يعني تاثيرها بشكل يعني يؤثر ليس فقط على مستوى شركه واحده وانما على مستوى شركات، يؤثر على سمعه العراق الاستثماريه، وسمعتنا لحد الان البيئه الاستثماريه دائما ما توصف بانها
بيئة ضعيفة. يعني اليوم العراق حتى بمؤشر، أكو مؤشر دولي أنا بصراحة هذا دائما أذكره في وسائل الإعلام، ولكن هذا أعتقد لا بأس في ذكره مرة أخرى، مؤشر اسمه مؤشر سهولة الأعمال Ease of Doing Business، هذا يقيس مدى سهولة الأعمال وبالتالي مدى تأثيره في جذب الشركات. العراق يعني ما زال دون المستوى في جذب الأعمال، يعني يحتل درجة 172، طبعا هو يتراوح من 1 إلى 175، وكل ما يقترب من 1 معناته الأعمال أسهل. العراق 170، بينما مثلا في دول أخرى مثلا في الأردن 74، يعني لاحظ الفرق، معناته الأعمال أسهل من عندهم، أسهل من العراق، وبالتالي تكون مصدر جذب للمستثمرين الأجانب أكثر من العراق. في تركيا 30، بينما في العراق مرة أخرى 172. هذه يعني هذه النشاطات، الابتزاز والروتين والتعقيدات الإدارية وغيرها، هي في النهاية كلها تأثر على أنشطة القطاع الخاص الأجنبي تحديدا، وهذا أكيد يتعارض مع سياسة الحكومة في جذب الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص. إحنا اليوم الحكومة دائما تقول أنها لا تستطيع أن تستوعب كل العمالة، لا يمكن أن توفر كل أو تقود كل المشاريع، تحتاج إلى تفعيل القطاع الخاص. أكيد هذا صحيح، ولكن في المقابل هذا يتطلب بيئة عمل صحيح. يعني زين، احنا نعرف احنا نعرف يفترض ان يؤخذ في الاعتبار، يعني احنا نعرف انه الحكومات الاوروبيه والشركات الاوروبيه يعني جدا حذره من موضوع الفساد، ولذلك الاوروبيين ما عندهم حذره من موضوع الفساد والنفوذ الامريكي ايضا، ولذلك جزء من عدم وجودهم في العراق هو الفساد والنفوذ الامريكي. لكن انه قصة السفيرة تتحدث بهذا الشكل، ايش قد راح يكون تأثيرها على العراق؟ واليوم وانا اتحدث وياك يمكن باكر يمكن مؤتمر اعتقد في باريس لرجال الاعمال، ومثله يمكن في دولة اخرى، وكلها تحت عنوان دعوة الشركات الاجنبية للاستثمار في العراق، وهذا هم نجي عليه بعد شوي. السودان يوجه هيئة النزاهة بالتحقيق الفوري بعد التصريحات. ليش وصل الموضوع إلى التصريحات؟ أليس من المفترض من البداية كحكومة عندها إجراءات استباقية لمثل هذه الموضوع حتى لا تصل إلى وسائل الإعلام؟ بعدين إيش قد راح يكون تأثير هذا الموضوع على وضعنا وإحنا نصيح تعالوا استثمروا تعالوا استثمروا؟ أستاذ أحمد، سؤال موجه لي استاذ. لحضرتك. نعم، بالنسبه للسفيره الالمانيه، يعني الحكومه مثل ما ذكرت حضرتك قالت انها لم تستلم اي دعوه، وبالتالي كيف ممكن ان تحقق في امر لم تستلم على اساسه دعوه او شكوى من قبل السفاره؟ ولهذا كانت متفاجئه حسب بعض التصريحات او ما نشر في الاعلام. لو كانت هناك شكوى رسميه اكيد راح يتم التحقيق في الموضوع. ولو إذا نفترض أن هذه المشكلة تم إثباتها لاحقاً، فهذه أكيد تشكل يعني مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين خصوصاً الألمانيين، إذا كنت تتحدث عن الشركات الألمانية وغيرها، وهم عندهم تخوف مسبق. يعني إذا تتذكر، ويمكن الضيف كان يتحدث عن شركة سيمنز مسبقاً، العفو تسمعني واضح؟ أسمعك. أنا هسه مشكلتي وين؟ إنه هم الحكومة العراقية تدري أكو تحقيق في ألمانيا على سيمنز لو ما تدري، وإذا ليش ما تحدثت عن هذا الموضوع؟ ليش ما حاولت إنه توجد حاجز حتى لا نصل إلى هذه المرحلة؟ ما هي سمعة الدولة؟ سوى ياها يدرب سمعة الدولة. طبعا جميلة. هذه الأمور يرتبط بمستوى إجراءات الحكومة، يعني مثل ما ذكرت حضرتك إنه إذا فعلا تم إثبات هذا الأمر أكيد يفترض أن تكون المحاسبة قوية جدا وقاسية، يعني حتى لا تتكرر مثل هكذا إجراءات. يعني هذا يدخل ضمن إطار الجريمة الاقتصادية اللي تهدد مستقبل الاستثمار في العراق. واليوم الاقتصاد العراقي بأمس الحاجة إلى الشركات الألمانية تحديدا مثل سيمنز وغيرها اللي تمتلك التكنولوجيا والقدرات الكبيرة على نقل الخبرات والإمكانيات في مجال مثلا محطات الكهرباء وغيرها من المشاريع الأخرى.
هذا الأمر مثل ما ذكرت مسبقا إذا تم إثباته لا يؤثر فقط ضمن إطار الشركات الألمانية، حتى الشركات الأخرى، لأن هذا مثل ما ذكر يعني هو يشكل تهديد لسمعة البلد الاقتصادية بالكامل، وبالتالي يشكل معوق أساسي. يعني واضح دكتور، واضح حصل مؤشر إيجابي مثلا من هيئة الأعمال الدولية مثلا في مجال غسيل الأموال، وامتدحت العراق، قالت أن العراق يسير بخطوات صحيحة، ورفعوا العراق من القائمة الرمادية. هذه نقطة مهمة، ولكن يفترض في المفاصل الأخرى في مجال جذب الاستثمار، في تسهيل الإجراءات، يفترض كلها أن تسير باتجاه موازي مع توجهات الحكومة في تشجيع. تمام، راح أرجع لك، راح أرجع لك مرة ثانية. خلينا نروح للدكتور علاء. دكتور علاء، ما أدري عندك تعليق على هذا التفصيلة لو لا؟ لو نروح على قصة إنه إحنا وين ما نروح وصحنا تعالوا استثمروا عندنا، بس إحنا من الداخل مهيئين بيئة للاستثمار لو شنو بالضبط؟ شوف، خلي إحنا نرجع إلى 2006 وقبل 2006 فيما يتعلق بصدور مثل هكذا قرار هيئة الاستثمار الوطني. يعني هيئة الاستثمار الوطني يعني بداية تشكيلها كان بدعم أمريكي، يعني سلطة الاحتلال، وتم إقرارها في 2006 لأغراض كثيرة، منها مشاركة أكثر الشركات الأمريكية والأوروبية للدخول إلى العراق، أو على الأقل الدول اللي شاركت بالعدوان أو بالاحتلال دخولها للعراق والمشاركة في بناء العراق الجديد. زين، لكن للأسف يعني الفشل اللي تابع، واللي يعني من 2006 ولغاية هذا اليوم لهيئة الاستثمار الوطني وكل الفروع التابعة لها، يعني في إصدار فيما يتعلق بإصدار الإجازات وفيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية لهيئة الاستثمار والكثير من الإجراءات الأخرى المتعلقة بمتابعة المشاريع، يعني خلانا ندخل في دهاليز كبيرة جدا تتعلق بموضوعين مهمين. الموضوع الأول مشاركة الاستثمار الأجنبي في العراق، وإقامة المشاريع الاستثمارية اللي الدولة غير قادرة على تنفيذها، خصوصا المشاريع احنا نسميها التنمية المستدامة، وكذلك عدم استثمارها للاستثمار المحلي بشكل صحيح وجيد. وبالتالي اليوم اللي نشوفه احنا يعني كل المشاريع اللي إلها علاقة، بعيدا عن المشاريع اللي تتعلق يعني جدولة التراخيص وجداول التراخيص النفطية، كلها مشاريع لا علاقة لها لا بالتنمية ولا بالمشاريع الاستراتيجية الاقتصادية أو مشاريع التنمية لمستقبل العراق. كثير من عوامل الفشل، يعني أنا أتمنى لو يوصل هذا الكلام الحديث إلى الأخوة في مجلس الوزراء أو بالجهات التنفيذية الأخرى، يعني على الأقل أن يكون هناك اجتماع، يعني كل الاجتماعات اللي صارت خارج العراق فيما يتعلق بهيئة الاستثمار الوطني ورجال الأعمال وإلى آخره، يعني ما هي النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه الاجتماعات؟ ما هي النتائج أي اجتماعات؟ أي اجتماعات؟ كثير من الاجتماعات لهيئة الاستثمار صارت في كوريا وفي لندن وفي أمريكا وفي الكويت وإلى آخره. يعني ما هي الجدوى الاقتصادية اللي انبثقت عن هذه الاجتماعات، وما هي المشاريع اللي تم تنفيذها من قبل الشركات الأجنبية؟ يعني احنا نتحدث عن الاستثمار الأجنبي، لكن لحد هذه اللحظة ماكو مشروع استثماري دخلت به رؤوس أموال أجنبية إلى العراق يتعلق باقتصاد المرحلة القادمة أو احنا نسميها التنمية المستدامة. زين، وبالتالي هذا الفشل يعني نتائج واضحة من خلال يعني فروع هيئات الاستثمار، يعني هيئة الاستثمار الوطني وهيئات الاستثمار المحافظات وهيئة الاستثمار الوقف الشيعي والسني والمسيحي والطامة الكبرى. الطامة الكبرى اللي أنا أعتقدها هي يعني وجود هيئات استثمار داخل الوزارات اليوم. زين، وكل من يعني يتلو وكل من يعمل على مزاجه فيما يتعلق ب مشاريع الاستثمار. لا، انا بس اريد اسال شغله بسيطه كلش، يعني انا ادري الناس هسه هاي الفتره ماكو واحد يقول هاي الحكومه، ما حد يقولها، ما حد ينتقدها،
كأنما هي حكومة نازلة من السماء بصراحة ملائكية. أنا ما قاعد أفتي في القصة، ما عدها غلط، بس أنا أريد أسأل، أنت مستثمر تريد تجيبها من برا غير تنطي فيزا صح؟ يحصل فيزا المستثمر؟ ما يدفع رشوة حتى يحصل الفيزا؟ بس هاي لا، احنا مو هذه المشكله استاذ محمد. لا لا، هسه ابسط شغله، هاي ابسط قصه، يعني هسه ابسط قصه. لا شوف، يعني احنا عملنا فيما يتعلق بقانون استثمار كردستان وتابعنا، انا تابعت مع بعض الشركات اللي ساهمت، مع شركه دانغ هولدينغ وحكومه كردستان. يعني بدايه تحقيق المنجز في تشكيل هيئه الاستثمار الوطني، وضعوا هذه كل الشروط النافذة الواحدة، ومسألة منح التأشيرات، ومسألة القاعة الرئاسية، من يجي المستثمر يعامل كرئيس، لأنه هذا جاي يخدم. وان شو سوي يعني كرئيس؟ هو احنا المستثمر، هي هذه المشكلة، هذه مشكلتنا. يعني اليوم انت المستثمر لما دا يدخل العراق، يعني ماكو شيء اسمه نافذة واحدة يروح يقدر يدخل وياخذ المشروع. وما عندنا ايضا، ما عندنا مساحه الكترونيه على كل المشاريع المطلوب الدخول والاستثمار. واذا صارت الكترونيه راح الكوميشن وراح الدنيا، غير راح مشكله الفساد هو اللي اعقاد العمليه. وبالتالي يعني انا ليش دائما اسال واكد على مساله واحده، انه هل هناك مشروع دخل به راس مال اجنبي الى العراق لتنفيذ مشروع عدم المشاريع النفطيه؟ اكو الجواب لا، ولا واحد. يعني هاي هسه الشركات اللي تجينا، يعني هسه احنا عندنا تاخذ فلوس من عندنا. الحديث عن مشروعين مهمه جدا، وهذا اعتقد إلى فت خصوصيه، وعلينا احنا كعراقيين ان ننتبه له. مساله شركه موانئ الامارات من دخلت واستثمرت ميناء وراح تستثمر ميناء الفاو، هذه نقطه سلبيه كبيره جدا علينا احنا نتابعها، لانه هي منافس. وهي مستفيده ايضا، وتعتقد انه انشاء ميناء الفاو، لانه شركه موانئ الامارات اليوم دخلت على كل موانئ الشرق الاوسط، لانه تعتقد مستقبلا انه هذه الموانئ راح تاثر على موانئها في جبل علي وبقيه المدن الاخرى. زين، وبالتالي سيطرتها على هذا الميناء واستثمارها لهذا الميناء راح يعني ينعكس سلبا على مستقبل العراق الان اسميه. تمام دكتور، هاي معقوله؟ يعني معقوله الناس اللي بالشارع ممكن تفكر بهاي القصه وتستنتجها، معقوله الجهات الحكوميه ما فكرت هذا التفكير؟ لو عدها يجوز راي ثاني. المشكله مو بالجهات الحكوميه، المشكله من يدير هذه التشكيلات. والحكومه ما اعرف منتبهه او غير منتبهه على ان من وين راح تضع الشخص لي، يعني القادر على متابعه مثل هكذا اجراءات. يعني انت تعرف اليوم وتحدث بها رئيس الوزراء السابق والاسبق أن هناك أكثر من 1100 إجازة استثمار وهمية، يعني ممنوحة، ولكن ما لها قاعدة لا بالبناء ولا بالإنشاء. اليوم إجازات الاستثمار تباع وتشترى بالسوق. تباع وتشترى طبعا، ما تباع من شخص إلى آخر أو من مستثمر إلى آخر، ولكن تباع لأكثر من مستثمر، وبالتالي أصبحت تجارة. يعني واحد يأخذها من الهيئه ويبيعها على واحد، وواحد يبيعها على ثاني، كلها اجازات وقاعد تنباع. من تجي انت تتحدث على هذا الموضوع يقول لك اسكت، هذه اكو جهات اكبر منك واعلى من عندك ومافيات والى اخره. لكن خلي اليوم اني ادخل او حضرتك يدخل على اي مشروع استثماري، اليوم احنا الاستثمار ما عندنا غير البيوت والشقق السكنيه. زين، واللي كان المفروض ان تكون هذه الشقق هي لي ذوي الدخل المحدود، اليوم صارت الشقق بهذه الطريقة لأصحاب يعني الذوات. يعني لما يوصل سعر الشقة إلى 400,000 وهي كلفتها 38,000 إلى 40,000 دولار. والمشكلة الأكبر أنه أنت اليوم تروح على تأخذ إجازة كمستثمر محلي، تأخذ إجازة من هيئة الاستثمار أو من هيئة استثمار بغداد، تأخذ الأرض بلاش، تستملك الأرض وتأخذ قرض وتبيع المشروع وتربح بالمشروع، وخلال سنتين خلال ثلاثة أخذت يعني القاع من الدولة والفلوس من الدولة. أو هاي الأرض تصير ملك لك. إيه تصير ملك لك، راح يبيعها ما شاء الله. إيه، وتكلفك وياخذ قياته ويطلع برا. لا، وتكلفك شقد هاي الشقة؟
38 إلى 40 ألف دولار بتنباع ب 400 و350. 400 تاليتك حالك حال نور زهير طالع برا والأمور ماشية عدل. وهي هاي مشكلة. هي زي شنو هذا النظام؟ من اللي خلاها؟ يعني حتى السيد رئيس الوزراء من منع إقامة أي مشروع سكني في بغداد، لا زالت هناك مشاريع سكنية تقام. يعني هذا النظام من اللي مخليه؟ أنا هذا أسمع به هواي، يعني إنه أنت إذا تريد تشتغل تأخذ من الدولة. بعدين قلت حضرتك قصة مهمة، قلت ماكو شركة إجت للعراق ما عدا شركات النفط وجابت فلوسها وياها. الفلوس منين؟ هم من الدولة؟ كلها فلوس الدولة. عجيب. كلها قروض. يعني انت هاي المولات اللي صارت كلها. زين هذا انا ادعي شو يسوي يعني المن جايني اذا ما عنده فلوس؟ وهي هي متابعه الاجراءات، يعني متابعه كثير اليوم من المولات واصحاب المولات اللي بيحاولون يبيعون مولاتهم لانه مطلوبين للدوله قروض وعليهم تزيد. اها. والكساد اللي موجود، احنا اكو كساد، يعني انت شوف الشكل وشوف المضمون، لكن يعني القوه الشرائيه اليوم اللي موجوده عند المواطن العراقي غير قادر على ان عدا المطاعم اللي ترى حتى المطاعم اليوم دخلت في مجالات الاستثمار. اي تلاحظ طبعا. والمصيبه الاكبر اليوم المشاريع الصناعيه، اليوم وزاره الصناعه قاعد تمنح مشاريع صناعيه لمستثمرين، يعني الاساس المشروع قائم، مكائن قائمه موجوده، مكائن كلها وتم احالتها هذه المشاريع وتشغيلها، وبالتالي يعني ارباحها تعود للمستثمر في حين هي الماكينه موجوده والارض موجوده او كل شيء موجود. الاستثمار، شوف يا استاذ محمد، عندنا احنا بموضوع الاستثمار او بقانون الاستثمار، عند المستثمر اذا يدخل على مشروع استثماري يدخل عليه من الصفر. والقانون يجيز للاجنبي والعراقي ان يجيب رؤوس امواله لاقامه هذا المشروع. احنا هذا مصاير عندنا، ما يصير عندنا. بغداد انباعت كلها، راحت كلها بغداد، ما ضل بها مساحة، قصدك كلها راحت استثمار مشاريع سكن وشقق ومطاعم ومولات وخلص. ما عندنا، ما عندي مشروع بتروكيماويات، ما عندي مشروع مصافي، ما عندي مشروع طرق، ما عندي مشروع سكك، ما عندي مشروع طيران. فالدولة عليها طريق، يعني إما أن تلجأ مثل ما موجود في دول الخليج العربي، أن تلجأ إلى مسألة الاستثمار الكلي والأجنبي وتقولهم للشركات الأجنبية تعالوا هذا البلد موجود وهذا الشعب عنده إمكانية وقدرة، تعالوا استثمروا في كل المجالات. والدولة تروح تنتبه للمواطن مثل ما موجود بالخليج، تروح تنتبه للمواطن وسعادة المواطن ورفاهية المواطن وتخلي الشركات هي تبني، أو تدخل بالمجال الآخر، وهي عليها أن تنتبه لهذه المسألة. حاليا شنو؟ حاليا لا هي هيك ولا هي هيك، وهي لا لا احنا دخلنا مع المستثمر الاجنبي واحنا تحدثنا على مساله الرشاوه والبيروقراطيه والنافذه الواحده وعدم المتابعه وعدم وجود الاجراءات، والاهم من كل هذا عدم وجود المحاكم. اليوم احنا تدري احنا محاكمنا يعني نسميها المحاكم التجاريه موجوده في دبي وموجوده في مصر. اي مستثمر يصير عنده مشكله ويا الحكومه العراقيه، هسه السفيره الالمانيه تقدر تقيم علينا دعوه في احدى المحاكم الموجوده في هذه الدول. ليش مو تقيم علينا داخل دولتنا؟ ممكن محاكم تجاريه هذه موجوده في دبي وفي مصر وفي دهاي وفي، فهاي المشكله. انه احنا اني ايضا من خلال هذا البرنامج اطالب السيد رئيس الوزراء ان ينتبه الى هذه المساله ويشكل عليها بتشكيل محكمه تجارية عراقية لحل كل الخلافات اللي يصير مع المستثمرين أو مع الشركات. أعتقد هذا الموضوع يعني يتعلق بمجلس القضاء الأعلى مو بالسلطة التنفيذية، بس بكل الأحوال أستاذ أحمد صدام. نعم أسمعك. شنو ما أعرف وجهة نظرك بخصوص اللي تفضل به الدكتور؟ يعني الدكتور طرح هواية تفاصيل، واحدة من أهمها أنه واحد يجي يشتغل بالبلد يأخذ فلوس أو قصة ياخذ فلوس وياخذ ارض وما ادري شنو، ولا انا ببالي نكتب بس ما تنحكي. انا قبل لا اجيب على السؤال فقط عندي ملاحظه بخصوص مثلا النزاعات اللي تحصل او الشكاوى، هل هي في محاكم دوليه او في محاكم في داخل العراق؟ اعتقد هذه مضمنه حتى في العقود. على سبيل المثال ويمكن الضيف يعرف ذلك اكيد، جولات التراخيص واحدة من النقاط في عقود جولات التراخيص تم ذكر انه اي خلاف يحصل يتم حله في المحاكم الدولية، يعني القضاء العراقي ما له علاقة.
هذا موجود في جولات التراخيص السابقة. الجولات الأخيرة ما أعرف بالضبط هل هي على نفس المنوال أم لا. فالشركات الأجنبية نفس الحالة، الشركات الألمانية وغيرها، هل ضمن العقود ضمن هذا الأمر أو لا؟ يعني وبالنهاية يعني هو سؤالك كان عن الاستثمار وتقول يحصل على الأرض، أكيد هو المستثمر يريد حوافز أو يعني عوامل جذب، منها حرية التملك الأجنبي مثلا، إذا أخذنا مثلا الاستثمار في المشاريع غير النفطية والضمانات اللي تقدمها الحكومة يعني مؤسساتيا، التسهيلات المقدمة، وكل هذا ممكن أن يسهم في جذب رؤوس الأموال وجذب الخبرات. هذا هو الهدف الأساسي من الاستثمار. وعلينا أن يعني نذكر أيضا أنه الاستثمار لا يمكن أن يكون كل الاستثمار هو استثمار حميد ممكن أن يحقق منافع اقتصادية، فقط الاستثمار اللي لا يقوى عليه القطاع الخاص في الداخل، وبالتالي يفترض أن تكون هناك سياسة. إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في القطاعات غير النفطية، يفترض أن يكون هناك تقنين مثلا في جذب الاستثمارات في القطاعات التي لا يستطيع القطاع الخاص في العراقية الاستثمار بها. وعلى سبيل المثال الآن يعني رغبة الحكومة مثلا الاستثمار في مجال الغاز، في مجال الكهرباء، أكيد هنا يعني لا مناص عن الشركات الأجنبية في هذا الجانب، وبالتالي هي تشكل نقطة مهمة ممكن أن تدعم الاقتصاد بشرط توفير البيئة الاستثمارية المناسبة. زين، هاي قصة الأموال عندك تعليق عليها لو لا؟ يعني واحد يجي ياخذ أرض وياخذ فلوس بس يشتغل هو يبيع، عشان ماكو واحد يعرف يبني، يعني ما أدري صعبة القصة ولا شركات وزارة الصناعة ما أعرف ثلاثة أرباعها خسرانة. الشركات العراقية كما يعلم الجميع 72% من الشركات الحكومية هي شركات خاسرة، وبالتالي هي ما تحقق دعم اقتصادي، بالعكس هي تشكل عالة على الاقتصاد. جذب الاستثمارات، الشركات هي مو تاخذ فلوس، هي بالعكس هي تجلب رؤوس أموالها للاستثمار في الداخل، تجذب تجلب التكنولوجيا. ما يقول لك ولا شركة ما عدا الشركات النفطية ولا شركة جايبة فلوس وياها، القروض تاخذها من الحكومة العراقية من مصارف الدولة. راح استاذ احمد. زين، وين نورس وين راح نوصل في الوضع؟ الحكومة هسه هي نقطة واحدة، نقطة مهمة جدا ايضا يعني فيما يتعلق بهيئة الاستثمار والهيئات الاخرى. يعني هناك مقترحات كثيرة، ومقترحات ليست فقط مقترحاتنا احنا ولكن مقترحات أخوة يعني لهم باع في هذا الاختصاص، أن تلغى هيئة الاستثمار وتلغى كل هيئات الاستثمار الموجودة المحلية في المحافظات، لأنه نفس الفشل اللي أصابنا أو يصيب هيئة الاستثمار الوطني اليوم يصيب هيئات الاستثمار في المحافظات. زين، لأنه المحافظات لحد الآن أيضا لم تحقق أي نتيجة فيما يتعلق بمشاريع إحنا نسميها التنمية المستدامة أو مشاريع المستقبلية يعني. لذلك وهذا مقترح أنه ترتبط هيئة الاستثمار مباشرة بالسيد رئيس الوزراء، وأن تكون لها فروع في المحافظات، ما أسميها هيئة استثمار محافظة فلان أو محافظة كربلاء أو محافظة الأنبار أو محافظة، لا، تكون ممثليات لهذه الهيئة ويكون لها متانة وقوة ويكون لها جرأة ويكون لها رجال فعليين قادرين على إدارة هذه المسألة، وإلا راح تبقى الأمور مبعثرة بهذا الشكل. يعني ليس من المعقول اليوم الصومال تنشئ مصافي وتنشئ معامل بتروكيمياويات باستثمارات أجنبية، والعراق مع هذه الخيرات وهذه الأموال غير قادر على أن يكون لها دور في إقامة مشروع استثماري واحد برؤوس أموال أجنبية أو برؤوس أموال مستثمرين أجانب في العراق، اللي يمتلك قدرات هائلة من الغاز والنفط ومن المعادن الأخرى لاستثمارها ولاستغلالها داخليا. وحتى في مجال النقل اليوم احنا نشوف سكك طرق نقل جوي وغيرها، يا أخوان إذا أنتم غير قادرين على إدارة هذا العمل في مجال الاستثمار
والموازنة احنا اليوم فلوسنا، احنا اللي عندنا موازنة استثمارية وعندنا موازنة تشغيلية. الموازنة التشغيلية ما أخذ فلوس كل الموازنة الاستثمارية. صحيح. فالحكومة العراقية غير قادرة على تنفيذ مثل هكذا مشاريع، فأما أن نلجأ للاستثمار الأجنبي بقدراتنا، يعني بقدراتنا يعني العلمية، بقدراتنا الفكرية، بقدراتنا الاقتصادية، أو نترك الأمر مثل ما هو موجود على هذه المعامل اللي اليوم ما عندنا معمل حتى ينتج لنا صناعات غذائية تحويلية. كله مستورد. شكرا دكتور علاء القصير رئيس نادي رجال الأعمال. شكرا أيضا للأستاذ أحمد صدام الخبير الاقتصادي كان معي من عمان. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.